الإصرار والجدية هما عنوان المنتخب السعودي للرماية الذي يشارك في البطولة العربية بمصر في الفترة من الأول وحتى 12 من يونيو الجاري برئاسة الأمير سعود بن خالد بن عبد الله، وتضم البعثة 14 رامياً. استعداداتنا تقريبا بدأت بشكل رسمي من بداية شهر رمضان، ثم بعد العيد تقريبا استأنفنا الاستعدادات. الحمد لله الفريق شبه جاهز للبطولة، حضرنا هنا للمنافسة بإذن الله نقدم ما علينا وأكثر. البطولة العربية الآن هي بطولة هوائية فقط، لكن هنا نشارك في هوائي وناري وربط فير وعيار 32 خاطف وبطيء، لكن الآن المشاركة مختصرة على البطولة الهوائية فقط. يمثل الأخضر في منافسات المسدس ضغط الهواء الرماة محمد المالكي وعطل العنزي وصفر الدسري، وفي منافسات البندقية ضغط الهواء يشارك مسفر العماري وحسين الحربي وفايز العنزي، ويتنافس في منافسات الأطباق أبراج الأمير سعود بن الحسن بن سعود بن عبد العزيز وسعيد المطيري وحاتم الشمري وسعد الدسري، وفي منافسات الأطباق حفرة يشارك الأمير سعود بن سلطان بن سعود ومحمد الشريدة وفهد المطيري وفيصل الدعجاني. التمثيل بأفضل نتيجة ممكن أمثل فيها، أني أجي أطلع كل اللي عندي، كل التعب، وتحارب على كل طبق ترمية، على كل رمية ترمية تحارب عليها. لو قلت لك أجيب نتيجة أصير أنا وعدت وعد وأضغط نفسي زيادة، لكن الفكرة أنك أنا أوصل هنا بأدي كل ما لدي، إذا مستواي يطلعني في نتيجة أقل مما توقعت معناتها نرجع نتدرب نعيد نركز. المملكة لها وضعها ولا بصمتها، لا جميع الألعاب الرماية سواء شوزن سواء البندقية أو مسدس، الحمد لله المملكة لها ميدالياتها كبيرة بالبطولات العربية خاصة والآسيوية، لها حضورها ما شاء الله ولها بصمتها في دخول البطولات هذه. رئيس الاتحاد السعودي للرماية أكد جاهزية الأخضر للمشاركة في البطولة مشيدا بخبرة وإمكانيات لاعب المنتخب السعودي. استعدادات جادة لرماة المملكة بمثابة جرس إنذار لكل الدول المشاركة في البطولة العربية، استعدادات تؤكد أن التتويج باللقب هدف يسعى إليه الأخضر. لقناة الإخبارية محمد عبد الحكم، القاهرة.